المجتمع المدني والعنف، والعنف بأشكاله المختلفة، هو سواء كان عنف مجتمعيا أو عنفا من قبل أفراد على أفراد أو فئات من فئات أو من قبل الدولة، أو كان إرهابا سواء يعني ضد الأفراد أو ضد الدولة. نحن نناقش هذه القضية، وتطرقنا إلى مسألة الاجتهاد الخاص بالمرأة. وقبل الاستراحة كان الدكتور عبد الحليم بيشرح ويصل شرح وجهة نظره في هذا الموضوع. اتفضل. قلت إنما كنت عم أقول أنه هناك قيم أساسية، يعني هي ثوابت الدين، قيم أساسية موجودة بالنص القرآني وبالنص الحديث الثابت، كالتعددية والمساواة والحرية. مرة أخرى نعود إليكم. نحن نتحدث عن المجتمع المدني وكيف يمكن أن يقاوم ظاهرة العنف، والعنف بمعنى الواسع، والإرهاب هو أحد أشكال العنف، هناك عنف مجتمعي. ثم تطرق الحديث إلى مسألة ما يمكن أن يقال أن هناك تفرقة بين الرجال والنساء. خلونا يعني ننتقل إلى موضوعنا اليوم، ونرحب بالسادة الضيوف اللي مشرفينا النهاردة. في البداية يشرفني أن يكون معنا الدكتورة هتون أجواد الفاسي، أستاذة تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود. مساء الخير يا دكتورة هتون. كما يشرفني أن يكون معنا الدكتور عبد الحليم فضل الله، نائب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ببيروت. مساء الخير يا دكتور عبد الحليم. كما يشرفنا أيضا أن يكون معنا الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ النظرية السياسية والمنسق التنفيذي لبرنامج حوار الحضارات. مساء الخير يا دكتور سيف. وخلينا الأول أسأل حضرتك، من المهم جدا إن احنا يعني في بصدد مناقشة موضوع زي اللي بنتكلم فيه النهاردة، إن احنا يعني زي ما بيقولوا نحرر المفاهيم أو نحاول نبسط الموضوع للسادة المشاهدين. احنا بنتكلم على المجتمع المدني والعنف، فإيه هو اللي مقصود بالمجتمع المدني وإيه هو المقصود بالعنف؟ وهل المجتمع المدني هو شعوب ولا هيئات، وهيئات هي هيئات خاصة ولا هيئات عامة؟ يا ريت لو تشرح لنا الحكاية دي قبل ما نبتدي. طبعا المجتمع المدني هو جماعات ومؤسسات وهيئات، هذه الجماعات والهيئات والمؤسسات تسمى أنها غير حكومية، أي أنها لا تنتمي إلى التنظيمات الرسمية. هذه الجماعات والمؤسسات تقوم بأعمال وأنشطة معينة تتعلق بالناس والجماهير في هذا السياق، إذن هي خارجة عن حد العمل الرسمي، ولها أربع خصائص مهمة. الخصيصة الأولى هي المؤسسية، لازم يكون هناك تأسيس لمثل هذه، ومن ثم هناك قانون يوضع من الدولة لتنظيم عمل الجمعيات وهذه الأشياء. والمسألة لو حبينا نبسط المسألة ونشاور على أشياء بعينها، إن نقول إن مجموع هذه الأشياء هي التي تشكل المجتمع المدني، نقول إيه هي، إيه هي الوحدات الأساسية يعني اللي تشكل في مجموعها المجتمع؟ يعني هذه المؤسسات هي التي تتعلق مثلا بجمعيات حقوق الإنسان على سبيل المثال، المؤسسات الخيرية أيضا والاجتماعية، والتي تقوم والمؤسسات تقوم بأنشطة ثقافية، على أن تكون هذه المؤسسات موافقة لقانون الجمعيات. كل هذه الأشياء ويمكن أن تنتمي إلى المجتمع المدني طالما أنها خرجت عن الإطار الرسمي أو الإطار الحكومي، ومن ثم تسمى في تسمية أخرى بأنها منظمات غير حكومية. يعني إذن إحنا نقدر نقول أو نختصر التعبير في أنه هناك الحكومة بتنظيماتها ومؤسساتها المختلفة، نعم، وهناك العمل الأهلي أو العمل الغير حكومي، نعم، الذي يمكن أن نطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني. خلينا ننتقل إلى مسألة العنف. إيه هو المقصود بكلمة العنف؟ هل المقصود بالعنف هو الإرهاب؟ لا طبعا، هو إحنا عاوزين نتكلم على أن العنف ده هذا مفهوم شامل ويشمل أشكال متعددة ومستويات متعددة، ومن ثم هو استخدام للقوة. هذا الاستخدام للقوة يمكن أن يكون مشروع ويمكن أن يكون غير مشروع. هذا الاستخدام للقوة يمكن أن يكون مباشر ممكن يكون غير مباشر، يعني ممكن يكون استخدام مادي وممكن يكون استخدام معنوي، يعني في عنف معنوي ورمزي يمكن أن تمارسه الجماعة أو الدول. أحيانا تمارس الدول أيضا عنفا على مواطنيها بشكل من الأشكال. إذن العنف هذا مفهوم شامل لا نستطيع، أما الإرهاب فصار مفهوما خاصا، وهو يرتبط بأعمال مجرمة دوليا وقانونيا، وأيضا يرتبط بالدول كما يرتبط بالجماعات، وتقوم أيضا بممارسة أعمال عنف ولكنها تختص بعض الشيء
بعملية إزاء المدنيين. فهنا يعني هذا هو القدر المتفق عليه. لكن مفهوم الإرهاب زي ما حضرتك عارف أنه يعني بيطالبوا طبعا بعمل مؤتمرات لتحديد تعريف له، إلا أن هناك دول لها مصالح لا تريد تعريف مفهوم الإرهاب، خاصة أنها تريد أن تحتكر المفهوم وتشير إلى هذا أنه إرهابي وذلك أنه غير إرهابي، وتعطي لهذا سكوك غفران وتعطي لهذا اتهام. حضرتك أسست لنا الموضوع يعني بالمعنى الأكاديمي، هستنى ألتقي بكم نحن نناقش مسألة المجتمع المدني والعنف وكيف يمكن أن يساهم أو تساهم منظمات المجتمع المدني في احتواء العنف وتقليل درجة هذا العنف، بحيث يمكن أن يكون كما قال أحد الضيوف في التقرير الذي رأيناه قبل قليل أن تتحول المسألة إلى الشكل السلمي للصراع بدلا من استخدام أشكال العنف. أنا يعني كانت قبل الاستراحة دكتور سيف بيشرح لنا فكرة التعريفات فيما يتعلق بالمجتمع المدني وفيما يتعلق بالعنف، وكان أثناء الاستراحة في تعليق على أن أيضا من خصائص المجتمع المدني هي العمل الطوعي التطوعي والاستقلالية بحيث أنها تكون والمؤسسية واستقلال التمويل. طيب دلوقتي السؤال الأساسي، خلينا نسأل الدكتورة هاتون. أيوه. كيف يمكن أن يساهم أو تساهم منظمات المجتمع المدني في تقليل درجة العنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا عندما تكون عندما تشعر هذه المؤسسات المجتمع تشعر بأنها جزء من هذا المجتمع وتشعر أنها مستقلة، وبالتالي تشعر بأنه جزء من مسؤولية الحفاظ على النسق الاجتماعي القائم يقع أيضا على عاتقها، تجد أنها يتطلب هذا منها وتجد نفسها داخل عملية المحافظة على هذا النسق بكل الأشكال الممكنة. وغالبا هذه المؤسسات هي التي تدعو إلى السلام، هي التي تحاول أن تقدم الإغاثات، هي التي تحاول أن تتأكد من باعتبار يعني كمنظمة حقوق يعني الإنسان. يعني لو حبينا نأخذ نموذج تطبيقي نقول أن مثلا في دولة ما، دولة عربية، حضرتك اختاري أي دولة أنت عايزاها. أيوة. وقول لنا إيه هي منظمات المجتمع المدني اللي فيها وكيف يمكن أن تساهم في تقليل أو امتصاص درجة من درجات العنف. أعتقد لما جمعيات حقوق الإنسان أعتقد أنها مثال مهم جدا، وغالبية الدول العربية بها جمعيات لحقوق الإنسان لكنها تختلف من دولة إلى أخرى في درجة استقلالها. في السعودية حاليا هناك جمعيتين لحقوق الإنسان لكنها غير مستقلة، فلا نستطيع أن نطلق عليها بعد أنها مؤسسة مجتمع مدني، لكن يمكن أن نطلق ذلك على جمعيات أخرى في جمعية حقوق الإنسان في مصر مثلا، وهذه تقوم بعمليات مهمة في المراقبة وفي المتابعة والمساءلة والتحقيق، وبالتالي تحقق درجة من الضبط الذي يجعل سواء الحكومة بكل ببعض مؤسساتها حريصة على الانضباط أيضا حتى لا تخرج عن المسار المطلوب. طيب أنتقل إلى الدكتور عبد الحليم عشان أسأله إلى أي مدى أيضا يمكن أن تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تقليل درجة العنف، والتفرقة بين ما يمكن أن يسمى بين الإرهاب وأحيانا شكل من أشكال المقاومة. بالنسبة للشق الأول من السؤال، طبعا أهم دور ممكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني لتقليص العنف هو الرقابة على العنف الذي تقوم به الحكومة، والرقابة على المخالفات الكبيرة التي تقوم بها الحكومات. غالبا الحكومات خصوصا في العالم العربي هي الفريق الأكثر قدرة على ارتكاب العنف وارتكاب بصورة جماعية وبصورة مستدامة ومستمرة. منظمات المجتمع المدني ينبغي أن تجفف مصادر العنف الحكومي أولا، وثانيا أن تشيع قيم الديمقراطية والحرية بما يعزز إلى حد كبير طريقة سلمية بحل المشكلات ما بين الجماعات والمجموعات. مثلا الرقابة على الانتخابات، عندما تكون دولة هناك فيها انتخابات إنما تتحكم بها مثلا الحكومة،
منظمات المجتمع المدني القوية التي تراقب الانتخابات تؤدي مع الزمن إلى تحويل الانتخابات من انتخابات شكلية إلى انتخابات فعلية بفعل التراكم يعني. نعم، هناك مثلا بعض المنظمات التي تراقب أفعال العنف الحكومي كالتعذيب، هذه الرقابة حقوق الإنسان، الرقابة الحثيثة ستؤدي إلى ضبط قدرة الحكومة على ارتكاب أعمال العنف. بالنسبة للشق الآخر للتفريق بين المقاومة والإرهاب، خلينا قبل ما ننتقل للتفريق بين المقاومة والإرهاب، كيف يمكن أيضا أن تساعد منظمات المجتمع المدني في تقليل درجة العنف الذي يطلق عليه الإرهاب، وهو أيضا مسألة يعني يمكن بتعاني منها مجتمعات عربية كثير؟ أيضا بطريقين. الطريق الأول، عندما هناك إرهاب، طبعا ليس هناك إرهاب مبرر، ولكن هناك دوافع للإرهاب موجودة داخل المجتمعات. عندما تتعاطى منظمات المجتمع الأهلي مع دوافع الإرهاب تؤدي إلى عقلنة التوق إلى اللجوء إلى العنف. مثلا هناك بعض الطرق التي تستعمل بصياغة المفاهيم، هذه المفاهيم تؤدي إلى تشجيع الإرهاب بشكل أو بآخر. مثلا نمط التصرفات الحكومية، التعاطي مع نمط التصرفات الحكومية وتهدئة توق الحكومة وميلها إلى العنف سيؤدي إلى تقليص ردات الفعل غير المشروعة التي قد يقوم بها المجتمع. كما أن العمل الخيري الأهلي يؤدي إلى حل بعض المشكلات وتقليص من ثم العنف الاجتماعي الذي يكون قائما على لأسباب اقتصادية ولأسباب معيشية أيضا. بس في علاقة، في مسألة لها علاقة، وأنا هرجع لحضرتك في موضوع المقاومة والإرهاب لاحقا نناقشها، لكن في مسألة لها علاقة بالفكرة، ويمكن أحيانا في ناس بتربط بين أشكال من الخطاب الديني واللي بتؤدي بشكل تلقائي إلى العنف. دكتور سيف، حضرتك إلى أي مدى بتتفق مع هذا؟ أنا يعني بتفق معك تماما في هذا التشخيص، وأؤكد أنه الأفكار هي منبع كل عنف ومنبع كل تطرف، لأن صياغة العقول بشكل معين هناك ما يمكن تسميته بالأدمغة المفخخة. هذه الأدمغة المفخخة لا تكون إلا بمجموعة من الأفكار استطاعت أن تتسرب إلى ذلك العقل وأن تنسج السلوك على منوال هذه الأفكار. ومن هنا يبدو لي أنه الفكر العنيف لابد أن يولد سلوك عنيف. في هذا السياق سيأتي ما يسمى بعمليات تتعلق بما أسميناه بالخطاب الديني. الخطاب الديني هنا عملية مهمة جدا، لابد وأن ننظر إلى محتوى ذلك الخطاب الذي يشكل تلك العقول، وكيف أن هذه العقول تتعامل مع خطاب معين يؤدي بها ذلك إلى ممارسة عنف أو عدم ممارسة عنف. هذا هو الذي يؤكد أن هذا الخطاب الديني يقوم أحيانا على تأويلات هنا أو هناك، يقوم على أساس أفكار دست هنا أو هناك. وأنا في حقيقة الأمر أقول أن في الخطاب الديني لا يجب أن يكون الخطاب الديني على مستوى التعبئة، لأنه كأننا نعبئ الإنسان بأفكار معينة، ولكن يجب أن نفهمه المنهج والطريق الذي يمكن أن يفكر به في أمور دينه، ويعرف أن هذه الشريعة هي شريعة الرحمة والحكمة والعدل والمصلحة زي ما بيقول ابن القيم. هذه مسألة غاية في الأهمية، حينما يعرف أن هذه شريعة الرحمة لا يمكن أن يمارس عنفا، ويعرف أن تلك شريعة الحكمة لا يمكن أن يمارس جهلا، وحينما يعرف أن هذه شريعة العدل لا يمكن أن يمارس ظلما، ولما يعرف أن هذه شريعة المصلحة فهي تجمع الأمة كلها على قواعد من هذه المصلحة. هنا عندي مشكلة، إذا كان يعني هيئات أو مؤسسات المجتمع المدني بطبيعتها بتحض على قبول الآخر وقبول الاختلاف وعقلانة هذا الاختلاف. نعم. مش المشكلة في مسألة الخطاب الديني يعني هو مدى يعني وصوله لطرف من الأطراف، بقدر ما هي فكرة احتكار الحقيقة أو اعتبارنا لأنه يمتلك الحقيقة وحده ولا غيره يمتلك هذه الحقيقة. نعم. إلى أي مدى حضرتك بتتفق معها؟ يعني هو طبعا هذا الكلام فيه قدر كبير جدا من الصواب. هو في كل شرعة من الشرائع هناك ثوابت وهناك متغيرات. الشرعة بوجه عام
أجملت كل ما يتعلق بما يتغير. أما الثابت ففصلت فيه، ومن هنا يبدو أنه هذا الخلط ما بين بقى الجانب الثابت في الشريعة والجانب الذي يتغير بتغير الأماكن والأزمان وهذه الأشياء هي التي تحدث هذا الخلل في الفهم، في إطار أنه لا يمكن أي شيء أن نفهمه منزوعا من سياقه أو بيئته. ومن هنا يبدو لنا أن الخطاب الديني لو قام على قاعدة من أنه يحتكر الحقيقة وحده سيؤدي ذلك إلى أن يصادر كل رأي وكل خلاف، ولكن أصلا الخلاف سنة، سنة حقيقية. طيب سنة هنا إيه؟ بقى ده ينقلني إلى أي مدى، وعايز أن نشترك جميعا في هذا الموضوع، يمكن أن يساهم المجتمع المدني في يعني تكريس فكرة أن الخلاف هو حقيقة واقعة. نعم. يعني دكتور هاتون، يعني كما سبق وذكر دكتور عبد الحليم أن الجمعيات المجتمع المدني تقوم من خلال نشاطاتها المختلفة بامتصاص كل اللوائح. يعني أنت مثلا متخصصة في تاريخ المرأة. أيوة. وبالتالي فيمكن يعني لو تقولنا في الإطار ده كيف يمكن أن تقوم المرأة بدور في إطار مجتمع مدني وبالتالي في إطار المجتمع ككل من أجل يعني تكريس فكرة أن الواحد صوابعه مش زي بعضها زي ما بيقولوا، وأن احنا في العالم ده أشكال وألوان وأجناس. يعني تفضلي حضرتك. طبعا المرأة يعني دورها أساسي، بس مش عشان أنا امرأة فبالتالي بالضرورة يعني أنا أتحدث فقط عن دور المرأة، لكن لا عشان حضرتك أستاذة في تاريخ المرأة. طيب أوكي. يعني قضية العنف نجد أنها للأسف متصلة كثيرا بقضايا المرأة، نظرا لأنها من أكثر الأشخاص يعني النساء والأطفال تعرضا للعنف، أو هم الذين يكونوا الضحايا في غالبية يعني السلوكيات العنيفة، وهي وفي نفس الدرجة هي تحتاج إلى يعني تحتاج إلى التعبير عن هذا العنف، وتحتاج إلى أن تصل إلى الخروج من مساحتها المحدودة في داخل مثلا البيت أو في المساحة المقيدة فيها فيما يقابل. احنا بنتكلم على العنف المجتمعي هنا. العنف المجتمعي له أشكال مختلفة. و قبل ما حضرتك تشرح لنا اشكال العنف المجتمعي، هستاذن حضرتك والدكتور عبد الحليم والدكتور سيف ان احنا نناقش هذا الموضوع بعد الاستراحه، ثم نتلقى المكالمات الهاتفيه. تابعونا. نعود اليكم بعد الاستراحه، نحن نناقش فكره المجتمع المدني والعنف، وكيف يمكن أن يساهم أو تساهم منظمات المجتمع المدني في إحتواء العنف بمختلف أشكال. وقدمنا تفرقة بين فكرة الإرهاب والعنف، وأن هناك عنف يمكن أن يمارسه المجتمع، يمكن عنف ضد الأطفال أو عنف ضد يعني يمارس مثلا من قبل جنس على جنس آخر، أو عنف يمارس من قبل طائفة على طائفة أخرى، والإرهاب هو شكل من أشكال العنف. قبل الاستراحة كانت الدكتورة هاتون بتعدد لنا يعني السمات الخاصة بمسألة المرأة والعنف علشان كيف يمكن أن تساهم وأنواع العنف. يعني من المهم إدراك أنه عندما تكون هناك علاقات غير متساوية ما بين المرأة والرجل بالضرورة سوف ينتج عن ذلك أشكال مختلفة من العنف. من أول هذه الأشكال طبعا العنف المنزلي، من بعض أشكالها ممكن يكون العنف اللفظي، العنف حتى المعنوي، وكل هذه درجات مختلفة من العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة. وقنوات التفريغ أو قنوات التعبير عن والاعتراض عن هذه الأشكال بتكون محدودة في غالب مجتمعاتنا، بالإضافة إلى أنه إذا كان مثلا تحدثنا عن العنف المنزلي فهو في أحيان كثيرة بيكون أيضا مبرر، مما يدعو إلى مما يجعل المرأة في حالة انفصالية عن المجتمع ما بين
الرغبة في قبول النظام المجتمعي القائم وما بين رفض المعاناة أو العنف الواقع عليها. إزاي تقصد إيه بالعنف مبرر؟ العنف المنزلي بيكون مبرر بمعنى إيه؟ يعني مثلا من خلال بعض الخطابات الدينية التي تبرر ضرب المرأة وتبرر الاعتداء عليها بأشكال لأسباب مختلفة، إذا كان السبب كذا أو السبب كذا، ففي عملية التبرير هذه نظرا تكون في غالب الأحيان يعني موجهة ضد المرأة ويستخدم فيها الخطاب الديني بشكل كبير. وهنا هذا يجعلني أصل أنتقل من هذه النقطة إلى مسألة استخدام التفسير والتأويل المحتكر من قبل الرجال لتكريس المفاهيم المختلفة اللي ممكن تكون اللي ممكن تبرر هذا العنف. طب وهل هناك محاولات من قبل النساء من أجل يعني تقديم يعني ولماذا هي غير منتشرة؟ هل ده نتيجة يعني أيضا سيطرة المجتمع الذكوري ولا؟ النساء بيحاولوا دائما أن يفن